على المحرمه او على الكلينكس اللي هي سميكه، هي اجمالا بتكون للمطبخ اكثر. فهيدي فكره كثير حينه، يعني مثل الكره انه مثل فكره حلوه. يعني بنعرف انه ما كلنا بنحب هذا اللون التقليدي يلي بتحطي اللون، بتحطي التابلت والخل الابيض، فهون فكره كثير مهضومه، منا بحاجه نحن لخل ابيض، فهي بس للفود كولورينج ونكون عم نطرش بالمي مثل ما شفنا. طريقه ثانيه كمان فهون اكثر بتكون كرافتس لكل الاشخاص اللي بيحبوا يكونوا عم بيشتغلوا اشغال يدويه، فهون نحن بحاجه للبوركس. البوركس بتعرفي انه فينا نكون عم نلاقيه، البوركس عليه علامه استفهام بعدها لليوم، وخصوصا انه ما بنلاقيه بكثير بسهوله، بس انما بالصيدليات فينا نكون عم نلاقيه اكثريه الاوقات، او بالسوبر ماركت الكبيره فينا اكيد نكون عم نلاقي البوركس. فهون نحن بحاجه لبيض فلين، مش البيض المضبوط، بيض فلين، لانه هي الفكره عم نعمل كريستال ايج، يعني عم نعمل البيضه موديل كريستال. خلينا نشوفها سوا.